الهدف من أحواض السمك هو خلق بيئة مناسبة للكائنات التي تعيش في الماء. أما الآن فيوجد من يهتم ببيئة الحوض ومناظره الطبيعية تحت الماء، وتجرى الآن مسابقات حول أفضل حوض للأسماك. يعتبر فولك يوخم واحداً من أفضل مصممي بيئة الأحواض في ألمانيا. جاء اهتمام ميكانيكي الدراجات بتصميم الأحواض صدفة، فما بدأ به قبل عامين كهواية أصبح الآن مورد ربح إضافي بالنسبة إليه. مصممو أحواض الأسماك يقومون بإضافة بعض النباتات ويتركونها تنمو، وبعد ذلك يضعون فيها بعض الأسماك التي تعد أهم عنصر في بيئة الحوض. المهم في تصميم الحوض هو الانسجام بين النباتات والأسماك في داخله. تصميم عالم أحواض الأسماك المنزلية أو أكواسكيبينغ. المنافسة في هذا المجال مع الياباني تاكاشي أماتو في تسعينيات القرن الماضي. كل عام تجرى المنافسة بين صور بيئة الأحواض المرسلة لانتخاب أفضل بيئة لحوض الأسماك في العالم. تقام منذ عام 2007 أكبر بطولة في أوروبا في مدينة هانوفر. يتم بث مجريات هذه المنافسة على الهواء مباشرة. فاز فولكر يوخم ببطولة المنافسة لهذا العام، وهو يقوم بجمع أفكاره لبيئة الأحواض أثناء تجواله بالدراجة في بيرمازنس في جنوب غرب ألمانيا. أنهى مشاركته في سباق الدراجة الجبلية قبل عامين، واليوم يعيش علاقة حميمة مع الطبيعة. عندما أتجول بالدراجة بين المنحدرات الجبلية أشاهد مشاهد كهذه، فأعرف أن هذه النباتات تتشبث بشكل جيد على الحجر الرملي. فتصميم البيئة الطبيعية للحوض هو محاولة لنقل مشاهد الغابة الطبيعية إلى حوض الأسماك. للقيام بإعادة التصميم الطبيعي في الحوض يحتاج يوخم البالغ من العمر 28 عاماً إلى بعض المواد. إنه يعمل بدوام نصفي في شركة دينرلي، أكبر مورد لأحواض الأسماك في أوروبا. هنا يمكنه الاعتماد على مجموعة واسعة من المواد والنباتات، والشركة تدعمه في عمله كمصمم لبيئة الأحواض وتتيح له حرية التصرف والاختيار أيضاً. يقوم يوخم ببناء أحواض الأسماك مباشرة أمام الجمهور في حوض الحياة البحرية في برلين، ويطمح من خلال ذلك إلى تحفيز الجمهور للاهتمام بهذه الهواية. يعتبر يوخم العمل أمام الجمهور تحدياً حقيقياً. هنا لا يمكنك الخداع، لأنك تقوم بالعمل أمام الجمهور مباشرة. يحتاج تصميم حوض صغير بالنسبة للمتمرن نصف ساعة من العمل. الأرضية مكونة من الحصى المخصب بمزيج خاص من المواد المغذية. تصل كلفة المواد والنباتات إلى 100 يورو، ولكن هذه الكلفة تتغير حسب متطلبات التصميم. صحيح أن فولك يوخم لا يزال في بداية طريقه، إلا أنه يمتلك خططا وأفكارا كثيرة. حلمي أن أصمم حوضا ضخما يمتد على مساحة تصل إلى 10 أمتار، والعمل فيه يحتاج إلى ثياب الغوص ويضم جذورا كبيرة كجذور أشجار المانغروف، فمن ينظر إليه يشعر وكأن هذا الحوض جزء من طبيعة الأمازون. فولك يوخم في طريقه للبحث عن الإلهام والأفكار، فهو يريد أن يفوز بمسابقة أمانو العالمية التي تجرى في اليابان. فالشهرة بالنسبة لفولك يوخم تبدأ بالغوص تحت الماء.